يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلى الشخص الظهر وهو مقيم ثم سافر، فهل يجوز له أن يصلي العصر قبل دخول وقتها أم لا بد أن ينتظر حتى يدخل الوقت؟ إذا صلى الظهر وهو مقيم ما بعد شرع في السفر فلا يجمع إليها العصر، بل يؤجل العصر إلى أن يدخل وقتها ويصليها فيه. نعم.